السلام عليكم. ديجا الطريق عبرك دير لي غون باسكو راه البرد. الله غير راه البرد يحفف. سم سم من بعد المغرب انا في الادغال كالعاده. السلام عليكم. راه المغرب ودول بوبينا من القريه يا حبيبي. ايوا جيناكم موضوع جديد خفيف ظريف. تنتي ماري البسكليت فيما يخص الناس اللي تسقسي فيا على الأزيل اللجوء السياسي في فرنسا. الجزائريين اسكو يعطيهم اسكو ما يعطيهمش وكيفاش يديروا الأزيل. نقول لكم انا شوف نجيكم من الاخر هكذا. حبيت تعيش في فرنسا عيش حراق وما ديرش الأزيل. هذه الاولى هكذا. والأزيل عبالكم اللي من يمدوها الأزيل. الأزيل اللي يمدوها الناس اللي عندهم ادله صحاح، يعني عندك دليل باللي نتايا راك مهدد بالسجن ولا مهدد بالقتل ولا مش عارف انا من طرف جماعه هكذا ارهابيه. زعما تكون عندك ملف صحيح هنا بالك يقبلوك راك فاهم. مين تايا تجي فوق البوطي تروح دير لازيل ومن بعد ما عندك حتى حكايه تحكيها لهم وما عندك حتى ادله تمدها لهم راك تضيع في وقتك والله. زدت تحرق روحك في هذا لازيل. هذا وشنو لازيل؟ لازيل تروح تمد لهم باسبور تاعك ومن بعد يبصموك وعلى 6 شهور يعطيوك الكيت. يعني غير خطيك نقول لك منظر برشا نشوف كان شوف. سمعت خويا الروجي لازيل نقول لكم لازيل اللي من يمدوها لازيل اللي يمدوها باغ اكزومبل يمدوها لعلي بالحاج. علي بالحاج وكان يجي لهنا لاوروب يروح اي دولة اوروبية تعطي له لازيل ويعطوا له كواط علي باسكو عنده ادلة راه مظلوم راه عنده بزاف مشاكل. لازيل من يمدوها يمدوها لبعض المدونين في الفيسبوك وفي اليوتيوب بلا ما نذكر اسماوات تاعهم. كاين مدونين لها كاملهم عقب الدولة عقب السلطة عقب النظام بالادله واللي بروف. هذوك العباد يديروا لازيل يعطوها لهم راك فاهم كيفاه. وزيد وشكون هذوك اللي زعما تجي لعندهم من لهنا تقول لهم انايا حبوا يقتلوني الارهاب ولا مانيش عارف شكون. ضو هذه خلاص هذه بكري راحت يا حسره. كي تروح لعندهم هكذا يقول لك روح شوف الدوله تاعك هي اللي تحميك من الارهاب مش احنا اللي نحموك فاهم. هذيك راحت هذيك بكري هذيك 2005 كانوا يمدوا نورمال. اما الان خلاص راحت صعبت لازيل. لازيل يمدوها للدول اللي فيها الحروب عراق فلسطين وسوريا وليبيا هذوك يمدوا لهم لازيل صح. اما احنا الجزائريين لا غير ماكله تعيي روحك ولا على سبيل المثال نقولوا حنايا كاش شرطي ولا دركي في الجزائر كشف مسؤول فضحه مش عارف انا حاب يدخلوا للحبس ايا ذاك الشرطي جاوه مشاكل داوه الحبس وحوزوه من البوسطه تاعو وعنده ادله وباللي كشف وباللي تظلم في البلاد وهرب من البلاد الظلم ودخل الحبس وحوزوه من الخدمه تاعو غير على عجل انه كشف كذا من النوم ليه. كيما واحد السيد او عايش في اسبانيا داير لازيل هذاك الداركي هذاك هذاك يعطوه لازيل. مين نقول لكم حاجه خوتي والله غير ما كلاه ديروا لازيل والله والله ما هي افير باسكو لازيل شوف يقدروا يعطيوه الكواط وما زيدش تهبط للجزائر افي حتى يعطيو لك واحد الجنسيه الفرنسيه. الجنسيه الفرنسيه واقيلا ترفد على 10 سنين وطلع. الى عطاوك لازيل وقبلوا لك الملف تاعك يعطيو لك واحد الباسبور زرق تروح به كاع دول العالم الا الجزائر. الجزائر ما تقدرش تدخلها حتى ترفد الجنسيه الفرنسيه. وكي ترفد الجنسيه الفرنسيه تروح دير دومون في الكونسيلا تاع الجزائر ويعطيو لك الفيزا تروح تشوف الجزائر تريح شهر ولا شحال الفيزا تاعك. هذا ما كان وقليل يعطيو لك وقت تاع ياخذ يروح يشوف الجزائر وقت ما حب. دقيقه نحبس باش نوصيكم من بوك نجيكم من الاخر خطيكم لازيل. فوالا هذه هي لازيل باسكو لازيل ولات ماهيش قافه ولا ما يمدلهمش هنايا كاع الجزائريين. ولازيل ولات فيها 6 شهور دونك 6 شهور يعطيو لك الاوكي. بكري كانت عام تروح دير الدومون تاع لازيل تسنى عام عام ونص عامين يعطيو لك شهريه تاعك هذيك 200 اورو ولا شحال في الشهر وورقه تمشي بها وحتى يقراو الدوسي تاعك عام ونص ل عامين وانت تخلص 200 اورو 200 اورو تفاصل ما دير لك والو. اما الان 6 شهور تروح دير لازيل 6 شهور يجيك الكيت ولا لوكي. مي انا نقول لكم دوك لازيل ماهيش افير والله ما هي افير. لازيل وين يديروها هنا باغ اكزومبل هنا في باريا نحكي لكم على 75 باري فيل
كاين واحد البيرو اسمه فرنس تير دازيل، فرنس تير دازيل، فرنسا ارض اللجوء. تروح ثم تحكم رونديفو دير اللجوء تاعك، يعطوك واحد الورقه تمشي بها. الا كنت وحدك دبر راسك وين ترقد، ما يعطيكش وين تسكن هنا. صوف الا كنت مع مرتك ولادك يعطيولك وين ترقد، الا كنت وحدك ما يعطيولكش وين ترقد، يعطيولك واحد ريسيبيسي تمشي به وصاي. هذه في باري، هنا في 78 في لا بريفيكتور في فيرساي تروح ديريكت، يمدوا 20 تيكي في النهار با بلوس، فوق 20 تيكي ما يمدوش. وفي مارسي في تولون هذوك جوه ما نعرف كل بلاصه كيفاش تحكم. خاوتي يعطيكم لازيل، لازيل والله ما يافير، باسكو بزاف ناس راهم يسقسوني باغي ندير لازيل، ومن هنا تحرق روحك، تعطيهم الباسبور تاعك تبصم، ومن بعد 6 شهور يعطيوك كيت، لا قدر الله وحكموك كاش كونترول ديدونتيتي، يعرفوك شكونك، الطياره وروح. لازيل يمدوها لواحد اللي عنده دليل صحيح، دليل قاطع باللي راهو مظلوم في بلادو، وراهو محقور في بلادو، وراهو في خطر، كيما نقولوا، بلادو راه يتشكل عليه خطر كبير. هكذا، والحكومة تاعو ظلماتو وحقراتو، راك فاهم؟ هذا ونحتلو الحقوق تاعو، هذاك ويكون عنده الأدلة، طبعا هذاك عنده الحق يعطولو لازيل، ماشي مشكل، يعطولو كواغط، يعطولو كلش، مش بصح واحد ما عنده حتى دليل ويجي يقولهم أنا ندير لازيل، ما كاش غير انسى، هذي غير انساو، ما عندك حتى دليل تروح دير لازيل، ما كاش ما يعطوكش لازيل، تحرق روحك برك، هذا ما كان. وكما قلت لكم شرطي ولا داركي ولا كش واحد زعما عنده مشاكل في البلاد ومن حبسهم الخدمه وداوه للحبس لانه كشف مسؤول ولا كشف واحد وتحقر وضربوه وعنده الادله، هذا كيف كيف هذاك يعطيه لازيل ماشي مشكل. مي يقدر مشي وليد زير حتير في ناسيونتي فرونسيز شحال ما نشاف 10 سنين 12 سنه صديق اكو فاهمين يعني يخطيكم. هاي تحياتي للجميع والى اللقاء، انا في القريه وراه البرد ومازال نزيد لكم واحد الفيديوهات جديد ان شاء الله، وتحيه للجميع، والى اللقاء، السلام عليكم.